صباحكم بألف خير، بداية هالنهار نحن وياكم نرجع نلتقى حتى نترافق بمحطة جديدة من عالم الصباح. عنا كتير أشياء رح نحكي فيها أكيد، وخصوصا بظل الأوضاع يلي عم بتصير بلبنان، بظل قطع الطرقات، وبعتقد أنه حرقة القلب هي يلي عم تقطع الطرقات أكثر من حرق الدواليب. إن شاء الله هالقلوب هيدي المحروقة قريبا جدا ترجع تلاقي أحبابها ويرجعوا يقدروا كلهم يجتمعوا بهالعيلة، ونحن نقدر نرجع نقول انه الجيش اللبناني هو سياج الوطن عن حق وحقيقي، وهو الوحيد يلي دائما لازم انه نلتف من حوله. بالرغم من كل شيء، نحن وياكم اليوم بعالم الصباح رح نحكي عن مواضيع عديده ومتنوعه، لانه دائما حابين نطلع الى الامام، حابين دائما نقول انه بكره رح يكون احلى، مشان هيك لازم نستعد لبكره وبعد بكره والايامات المقبله لحتى نستقبلها بافضل الاحوال. قبل ما ننتقل لحتى اخبركم اليوم عن فقراتنا، بدي اخبركم عن محطة كتير مهمة وأساسية رح بتصير نهار الأحد ب 28 الشهر. كلنا متغنى عن بيروت القديمة، كلنا منقول العصر الذهبي وقت اللي بيروت كانت سويسرا الشرق، أو لبنان كان سويسرا الشرق، وقت يلي بيروت كانت عاصمة الثقافة والموضة والسينما. العصر الذهبي لبيروت نهار الأحد، الكل مدعوين أنهم يعيشوه من الساعة 10 الصبح لغاية الساعة 12 بالليل بشارع بليس. كيف رح بيصير هيدا الشيء؟ رح تقدروا بخلال هالنهار أنكم تتابعوا صور، أفلام، موسيقى، موضة شعر، كل شيء له علاقة بهالعصر الذهبي يلي يمكن بالستينات تقريبا عشناه، ببداية السبعينات، حتى يمكن بأواخر الخمسينات، ما بعرف قديش فينا نخلط بعض السنوات يلي بترجعنا إلى هالعصر هيدا بالتحديد. إنما الكل في إجماع أنه كان العصر الذهبي لبيروت ولا لبنان إجمالا، ورح نقدر نرجع نعيشه. إذن رح نكون إحنا وياكم بنقل مباشر من عالم الصباح بخلال هالنهار هيدا لحتى ننقلكم الأجواء يلي إذا حابين تلمسوها أكثر وأكثر فيكم تنزلوا على شارع بليس وتلمسوها. بالعودة إلى عالم الصباح لليوم، عندي سؤال عبر الفيسبوك بيقول: ليش بتقلقوا بالليل إذا كنتوا من الأشخاص يلي بيقلقوا؟ بلشت الإجابات توصل. القلق ممكن يكون له أوجه عديدة، مش دايما أوقات. طبعا الإجابات يلي بلشت توصل رح نكون معها بعد شوي، من بعد ما نصبح بالخير الشيف شادي يلي رح ينضم لنا اليوم. صباح الخير غالة. صباح الخير. صباح الخير لكل المشاهدين. أنا عندي شغلة سريعة بدي أقولها، سريعة جدا، وهي أسرع من 3 دقائق. بظروف الرهن الموجودين فيها لبنان عم يصير في كمان، بتعرفي عم يصير في قلة كنترول، يعني عم يصير لأنه هالدوشة الموجودين فيها، فهيدا كمان عم يصير في قلة كنترول على المطاعم وعلى الملاهي وعلى كمان الأوتيلات. يعني نحن امبارح كمان شهدنا على حالة تسمم كتير كبيرة، فأنا صحيح. بقول اليوم انتبهوا كتير، نحن بنرجع بنقول لا ما لازم هيك، لازم نعرف كيف بدنا نشتغل. انتبهوا أي مطعم عم تروحوا اسألوا قبل، لأنه نحن عم ندفع الثمن بالآخر. صباحكم بالخير، وان شاء الله كمان نهارنا اكيد رح يكون حلو معك غدا ان شاء الله. يا رب. نحن رح نحكي اذا عن مواضيع عديده، خلينا نشوف شو هي. بحلقه اليوم من عالم الصباح منتابع الابراج مع كارمن، نصايح لتبينه طويله من دون كعب عالي معلمه بيشوفي، وقفه خاصه مع دكتور الفريد كرم وبروبيوتيك بلس. وبخصوص الجمال، جيم بتتلقى اتصالاتكم وبتجاوب على اسئلتكم. ضيفنا بيعرفنا على جديد إدارة السلامة المرورية، صعب كتير مع غسان، فكرنا شي مرة إذا تعرضنا لإعاقة كيف ممكن تتأثر مهنتنا، ورشة ملح مع شيف شادي على صدر الدجاج مع الصلصة والحبق. وأول محطة مثل العادة بتكون مع كارمن، رح ننتقل فورا بدون ما أتأخر عليكم حتى تسمعوا كل حظوظكم لليوم. صباحكم بالخير. يوم الأربعاء 24 أيلول سبتمبر، يوم القمر والشمس موجودين ببرج الميزان، يعني في عنا نيومون، وهالشي صار يعني التقى القمر والشمس بنفس النقطة برج الميزان من حوالي الساعة على 9:15 صباحا بتوقيت بيروت. كيف رح بيكون تأثير هالقمر الجديد على كل الأبراج؟ بنبدأ مع برج الحمل. مولود برج الحمل يمكن تكون أنت أكثر الأشخاص انزعاجا او يمكن استياء عن اليوم، هنالك شوية توتر بالاجواء وفي بعض المعاكسات، فاعمل حسابك. بيبقى الاقل حظا 5-6 نيسان ابريل. ننتقل لبرج الثور. مولود برج الثور هالقمر الجديد يقع
بالنسبة لك في البيت الشغل، في بيت الصحة، في بيت الحياة اليومية، وبالتالي كل هالأمور اليوم بتحسها أنه عايش عليك، أو معقول تبين، معقول يكون الشغل الكتير يأثر سلبا على صحتك، أو أنت يمكن صحتك شوي تعباني أو ما عندك كل الطاقة، وهالشي بيخلي أنه شغلك يرجع لورا، وبالتالي مطلوب منك تدارك الأمور لحتى تقدر تحمي مصالحك. الأكثر نشاطا والأكثر حظا هو مولود 14-15-19-20 أيار مايو. ننتقل لبرج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء بنسبك تماما هالقمر الجديد يلي يقع في البيت الخامس، يلي هو بيت التسلية، بيت الهوايات، بيت الأحبة، بيت الرومانسيات، وبيت الحظوظ. وبالتالي أنت اليوم شخص محظوظ جدا، مش بس اليوم، بكرة أيضا. بيبقى 5-6-7-8 حزيران يونيو الأكثر حظا. ننتقل لبرج السرطان. القمر الجديد يقع في عقر دارك، في حياتك الشخصية، بصحتك، منزلك. مش بالضرورة تكون الأمور سلبية، بالعكس تماما، يمكن أنت عم بتغير بيتك، عم ترجع تزين بيتك، عم بتشيل وتحط، يمكن عم تشتري بيت، يمكن عم بتبيع بيت، يمكن عم تنقل، يمكن عم بتسافر، يمكن عم تتزوج، يمكن في عندك عم تحتفل ببيتك بولادة طفل مثلا. يعني مش بالضرورة تكون الأمور سلبية، حاول فقط انك تسيطر شوي على اعصابك لحتى ما تقلب الاجواء وتصير سلبيه. 11-13 تموز يوليو الاكثر حظا. ننتقل لبرج الاسد. بالنسبة لبرج الأسد، هالقمر الجديد اليوم يلي موجود بالبيت الثالث بالنسبة لك، بيت الدراسة، بيت السواقة، بيت الحكي، بيت التجارة، بيت يمكن حتى المشاريع والمفاوضات، كل هالأمور ناشطة جدا ولصالحك. وبالتالي اليوم أنت شخص مميز، ما لازم أبدا تقعد ساكت، لازم تحكي وتعبر عن صوتك، ولاحظ أنه ما في لزوم أبدا ترفع صوتك أو تنرفز وتعصب لتوصل الكلمة أو الفكرة. 6-8 آب أغسطس الأكثر حظا. منكمل مع برج العذراء. هالقمر الجديد اليوم يقع في بيت المال، يقع في بيت الثقة في النفس، يقع في بيت الموارد اللي عندك إياها، يلي بتتكل عليها اللي هي داخلية أو خارجية. وبالتالي اليوم فيك تكون إنسان غني جدا أو تشعر فعلا بثروة كتير كبيرة، يعني فيك تكون اليوم مصدق حالك وشايف حالك قد الدنيا. فيك تربح، فيك تكسب قضايا، فيك تربح أيضا مسائل معنوية، وفيك أيضا تحصل على علامات عالية بامتحاناتك. الأكثر حظا 17-18 أيلول سبتمبر. ننتقل لبرج الميزان. القمر ببرجك، قمر جديد ببرجك مرة بالسنة بتصير هاي، هيدي معناتها في كثافة ضغوط وكثافة طلب انك انت تعمل شيء مهم جديد بحياتك، تدخله على حياتك اليومية، حياتك المهنية او الاجتماعية او شو ما كان. شيء جديد عم بينطبخ او انت فيك تطبخه وفعلا فيك تقدمه لحالك. مبادرة حلوة فيك تاخدها، صفحة قديمة حان الوقت انك تطويها، ما تستحي، خذ القرار وبلش شيء جديد. الأنشاط اللي ما بيهدى هو مولود شهر سبتمبر بالإضافة ل 20-21 أكتوبر تشرين الأول. منكمل مع برج العقرب. مولود برج العقرب اليوم وبكرة ما في شيء، كله هدوء ورواء، ويمكن زعل، ويمكن حتى تراجع، يمكن حتى وعكة صحية. يعني ما عندك الحماسة، ما عندك الطاقة والحماية والمناعة، فما تعرض حالك، ومثل ما نحن بنقول باللبناني ما تعرض كتافك، بالعكس تماما ارجع واختفي وتخبى وين بتشوفي مشكل بعيد عنه. انتبه أغراضك ما تضيع، وانتبه من خيبات الأمل بشكل خاص. 11-13 نوفمبر تشرين الثاني. نوصل لبرج القوس. مولود برج القوس، القمر الجديد يقع اليوم في برج الميزان اللي هو البيت رقم 11 بالنسبة لك، بيت الأمنيات، بيت الصدقات،
بيت التعارف، بيت التحالفات والشعبية. يعني أنت اليوم نجمك كتير حلو، شرط أنك تكون موجود ضمن مجموعة وفي المجتمع، شو ما كان هالمجتمع بغض النظر عن عمرك وشغلك. هيدا نهار بتتمتع فيه بصحبة، برفقات، بأصدقاء بيلتموا حولك، بيكونوا معك وبتقضي وقت كتير حلو وبيساعدوك. بيبقى 7-8 ديسمبر كانون الأول الأكثر حظا، لكن ضروري نبه مواليد 28 ل 30 تشرين الثاني نوفمبر من المشاكل من السرعة. ننتقل لبرج الجدي. مولود برج الجدي، هالقمر الجديد يقع بالنسبة لبرجك في أعلى نقطة عندك في الدائرة الفلكية. أنت شخص مهم جدا اليوم، سواء أنا بتعرف أو ما بتعرف، أنت تحت الأضواء. يمكن هن مفكرين فيك بشيء جيد وشيء إيجابي، فحاول تكون قد المقام وتكون عند حسن الظن، ما تشوه سمعتك، لأنه اليوم ما في حل وسط، يا بتبهدل حالك يا بتنجح وتوصل لك الشهرة. الأكثر حظا 14-15 كانون الثاني يناير. بننتقل لبرج الدلو. بالنسبة لبرج الدلو، هيدا نهار مميز، هيدا نهار كتير حلو، هيدا نهار بتحط وراك كل شيء من الماضي وبتنطلق بشيء جديد، هيدا نهار بتبين فيه بأحلى حلة وتخوض تجربة جديدة، لأنه انت طالع على بالك ومنك خايف من شيء. انت شخص غريب وأوريجينال، واليوم بيفتح هيدا نهار بيفتح قدامك أبواب كل شيء غريب وجديد واستثنائي. شخص إيجابي، هيدا نهار إيجابي، العلامة 10/10. الأنشط هو مولود كانون 2 يناير بالإضافة إلى 16-17 شباط فبراير. نوصل لبرج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت، هالقمر الجديد يقع في البيت الثامن بالنسبة لك، يلي هو بيت التعاون مع الآخرين، بيت الاعتماد على الآخرين، سواء من ناحية قروض أو ديون أو مساعدة، أو بدك منهم استشارة، يمكن بدك تركض وراء اختصاصي معين اليوم لتخلص معاملة أو ملف. هيدا كمان نهار معقول يطلب منك تهتم بأمور صحية واستشفائية. المهم تمشي اليوم شو ما كانت هالمعاملة حسب الأصول والقوانين، وبعد عن المشاكل سفر سنة 17-18-19 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم. بانتظار مولود اليوم سنة مختلفة عن كل السنين، وكأنها سنة جديدة، حلة جديدة، نظرة جديدة، كأنك عم تعمل لها نفضة ومغير كل شيء بحياتك. توقع بهيدي السنة كل ما هو جديد ومختلف. بيبقى عندك شهر أكتوبر، شباط فبراير، حزيران، يونيو أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة. باي باي. قبل ما نتابع ونكون هلأ مع جورج لحتى نبلش برياضتنا الصباحية، بدي أتوقف شوي مع تعليقاتكم على السؤال، إذا كنتوا بتقلقوا بالليل وليش بتقلقوا بالليل. عندي لولو عم بتقول يمكن من التفكير ببكرة. في فادي ما قلنا شي. ريان، ليش عم ننام هيك وضع وهيك بلد بيقدر الواحد فيه إنه ينام؟ يعني عندي سميرة عم بتقول الخوف رفيقنا، خصوصا أنا بخاف بالليل من الزلازل. يا رب دخلك، ليش عم تفكري بالزلازل؟ ما ضروري هالقد. في عندي كمان نهلة عم بتقول كتير بقلق والسبب هو التفكير. يعني معظم الأشخاص اللي عم بيقلقوا بالليل بسبب الهموم، الظلم. بكره الليل بصراحة، بيعبر عن الهموم والظلم. هيدي صابرين. في عندي كتير بقلق بقارن حياتي بالأمس واليوم وبلاقي الناس تغيرت كتير، وهيدا الشي بخوفني خصوصا يلي منحبهم. لبيبة الصبح، أنا أكيد بعدني بانتظار أنه تبعتولي ليش بتقلقوا، أو إذا كنتوا بتقلقوا، إذا ما كنتوا بتقلقوا كمان بعتولنا، كمان بيصير أحسن وأحسن. رح ننتقل لحتى نتابع مع جورج.
رح نتوقف للحظات إعلانية كتير قصيرة وقليلة، خليكن معنا لحتى من بعد نرجع نتابع عالم الصباح لليوم.